يعني الدولار نزل يبقى المفروض كل حاجه ترخص صح؟ طب اللحمه انت شايف انها ممكن ترخص اكتر من كده؟ نتمنى والله ان هي ترخص، لان احنا كل ما ترخص كلنا هنبيع، ونتمنى انها توصل للمستهلك بالسعر الحقيقي. بالسعر الحقيقي اللي انت شايفه. طب تفتكر ان ذات الاسعار بتاثر عليكم انتم شخصيا كقزارين او كبياعين لحمه؟ اه طبعا بتاثر علينا. بتاثر عليكم؟ يعني اللي بيخش ياخد مثلا 3 كيلو بالظبط، هي طول ما رخيصه بنبيع اكتر، اللي عايز كيلو بياخد 2 كيلو، كل ما غاليه كل ما غاليه محدش بياخد اكتر. عشان كده بالنادي بنقول الحمد لله الاسعار نزلت، وبنقول بدل ما الناس ما كانت بتاخد كيلو لحمه ممكن تاخد 2، وده عشان الاسعار نزلت. تلفزيون جزار؟ ايه الوضع؟ بقالنا 3 ايام. ايه المشكله يعني؟ الشقه بتاعتنا وقعت وكانت مطلوب مني ومش لاقيين مكان، قلنا ننام عند الجماعه دول لغايه الصبح بس عشان مش لاقيين مكان. يعني انت عايز مثلا تبات هنا للصبح؟ اه للصبح. يعني طبعا احنا بالنادي بنقول ان الناس لبعضيها ما فيهاش اي حاجه، لما واحد بيته يقع او بيته يتخرب او يتطربق فوق دماغه ان احنا نساعد بعضينا ونبات عند بعضينا. طيب يا ايوه انا مش منقوله من هنا، انا هنام هنا النهارده. مش معنى هنا عشان هنا في لحمه. انا عايز ملك الحكومه يا عم، انا رايح الحكومه. بس دي واحده ما تتكلميش. قلت ايه؟ رايح الحكومه يا من عدن. لحن لحن يا ابويا. انا جاي يا من جاي يا ابويا. انا غلطان والله غلطان. انا نامي ازاي؟ نامي حلو. خلاص اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم وبرنامج دردشه. والنهارده بنتعرف على 2 احنا بنحبهم قوي. ليه؟ لان هم بيبيعوا العيش، العيش اللي احنا بناكله. نتعرف عليك محمود يا باشا. لا زعق شويه عشان صوت يطلع. محمود يا باشا. محمود ازيك يا محمود؟ وانت؟ محمد. كل سنه وانتم طيبين. انت بالصحه والسلامه. ان شاء الله رمضان كريم عليكم ان شاء الله. الله اكرم. طب ممكن اسالك شويه اسئله تخص العيش؟ اتفضل يا باشا. طيب احنا دلوقتي بنقول ان الدنيا رخصت شويه، هل الدقيق والرده والحاجات اللي هي تخص العيش رخصت برضه؟ الحمد لله يا باشا كله تمام والله، كله رخيص ومرتاحين وبنفرح والله. يعني اقصد اقول دلوقتي بيبيعوا زي ما كنت بيبيعوا؟ يعني مثلا ده الرغيف بكام مثلا؟ بجنيه؟ اه الرغيف بجنيه. كان يعني لما رخص برضه هو بجنيه؟ لا الاول كان بنص، دلوقتي لما الاسعار طلعت شويه بقت بجنيه. بقت بجنيه. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ دقيقه واحده بس ايه خير؟ في ايه؟ بنعمل حاجه مش بنت. دقيقه واحده ما تعملوش قط يا اخوانا عشان عايزين نصور نشوف ايه الموضوع. النار قايده فيها يا استاذ. طب قوم كلمني. انا واخويا ومراتي يا عم. نعمل لك انت واخوك واخواتك يا عم. طب نلم شويه من الناس بقالنا يومين يا جماعه. طب ايوه في ايه؟ في ايه؟ عايز انا سيبنا نلم يا استاذ. طب نسمع الخمر ماركينا احنا. بنسمع مشكلتكم. ايه مشكلتك؟ مشكلتي يا استاذ. بص للكاميرا وقول. اللي المؤجر طردنا من الشقه وما معناش فلوس وهننام في بقالنا 4 ايام في الشارع يا جماعه، من مخبز شكل المطحن شكل الجزار شكل، هنعمل ايه؟ يعني دي حاله انسانيه، دي حاله انسانيه زي ما احنا شايفين كده، ان المستاجر طردوا ومش لاقيين حته يناموا فيها. لما هم مش لاقيين حته يناموا فيها امال هيعملوا ايه؟ امال انا بوجه سؤالي للساده المسؤولين، اللي زي ده يعمل ايه؟ اللي زي ده يعمل ايه؟ حاضر عيش يا عم. حاضر بالراحة عليهم برضه، زي اخواتك مصريين حتى باتوا فيها. ايه المشكلة؟ طب انهم اللي باتوا على باب الفرن هنا في الجافة شوية فيها حاجة؟ لا يا عم ما يبردوش هنا خالص يا عم. ليه؟ الناس لبعضها، احنا الناس لبعضها ما بيبردوش حاجة. بص الصغير. لا الولد ده
يا اسلام ديت تتنيل على انا وطلع حته واحد سجد. ايه ده ايه ده ايه ده فين الناس؟ عشان كده بناسب الساده الساده من فين الساده الغفران الساده المتنيلين يا عم. لازم نلاقي حل للموضوع ده، لازم نعلق احنا مش لاقيين ناكله مش لاقيين ناكله اهو اهو عشان كده بالساده بنروح على الناس بنروح عليهم دول. يا عم ممكن مثلا يبقى اكتر في الصيف مثلا اكتر في الشتاء اكتر كده شغاله عندنا اداه منزليه ومنظفات كله مع بعض. يعني صيف شتاء شغالين الله اكبر. يعني مش حسد يعني ولا حاجه، بس احنا بنقول ان المنظفات شغاله صيف او شتاء. طب الاسعار يعني هي هي ولا زادت شويه ولا نقصت شويه؟ لا هي 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 هي. اعزائي المشاهدين في حاله انسانيه عايزين نسمعها ونشوف ايه الموضوع بالظبط. ايه الموضوع؟ احنا بقى لنا 4 ايام يا استاذ امين في الشارع، كمان صاحب الشقه طردنا انا ومراتي واخويا وابني الكتكوت. احنا بنتكلم الساده المسؤولين عن التنظيف ان هم يفتحوا محلات عنده مشكله ان هم يستضيفوا عندهم او بمره يناموا ويتنظفوا. الساده المسؤولين اسمعوا طيب الساده المسؤولين التنظيف السادة المسؤولين عن التنظيف وعن الناس اللي لا مؤاخذة زي دي. لا مؤاخذة يا عم حول الله يا رب حول الله يا عم يا عم الكلب يا عم 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 كل سمك زي ما انت عايز، لان الفراخ واللحمه بيعملوا حاجه اسمها كوليسترول، بيعملوا حاجه اسمها دهون على الكبد، بيعملوا حاجات كتير جدا. ما مش قول للناس ان احنا ما ناكلش لحمه، لا ناكل بس ناكل في السمك احسن واكتر وانضف واسلك. السمك من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الميه. استنوا بس لحظه يا جماعه بس نشوف المشكله ايه. مالك يا حبيبي مالك؟ انا عايز سمكه. مشكلتي ان صاحب الشقه راجل صاحب الشقه طردنا انا ومراتي واخويا الاهبل ابن الاهبل ده وابني الصغير ده حبيبي يا ابني ومش لاقيين مكان نقعد فيه يا استاذ. طيب بالراحه احنا منها حتى ايوه بس دي محلات ناس دي محلات ناس نسيب السمك يا ناس نسيب السمك ايوه انا بس اديها واحده. يعني انا عايز اقول ان ده محل اكل عيش مفيش مكان تقدر هو ده ملك حكومه برضه مش ملك يا عم افهم بس ما انا بناشد الساده المسؤولين عن الناس الغلابه اللي زي دي ان اللي لهم مكان عشان الراجل صاحب البيت طرد مش عارف بقى هل هو عشان سيء السمعه